السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. السودان فخور بتطور العلاقات السودانية الروسية المبنية على الثقة المتبادلة والتي تجاوزت 60 عاما. هذا ما عبر عنه الرئيس البشير في عقاب التوقيع على الاتفاقيات بين الطرفين بحضور رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي قال إن بلاده تعتبر السودان شريكا مهما لها في القارة الإفريقية، وإن الدليل على ذلك عمق العلاقات بينهما ويظهر بينهما في الاتفاقيات التي وقعها الجانبان، كما أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع السودان. فما الأهمية التي تشكلها زيارة الرئيس البشير التي عدها مراقبون تاريخية في هذا التوقيت إلى روسيا؟ وما طبيعة وأهمية الاتفاقيات الموقعة؟ ومتى تبدأ مراحل تنفيذ هذه الاتفاقيات عمليا؟ وما الفوائد الاقتصادية المباشرة برأي البعض التي ستعود على البلاد في المجالات التنموية المختلفة والتي تخصصت فيها هذه الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين؟ مشاهدينا، للإجابة على هذه التساؤلات المختلفة نسعد جدا أن يكون معنا وزير الموارد المائية والري والكهرباء السيد معتز موسى عبد الله، والذي رافق السيد رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى جمهورية روسيا الاتحادية. سيد الوزير مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. نشكر لك تلبية الدعوة. بارك الله فيك. أهلا بك. إذا قبل أن نبدأ في محاور هذه الحلقة مشاهدي الأعزاء، مسار العلاقات السودانية الروسية، نتابع هذا التقرير ثم نعود. السودان يتجه شرقا ولسان حاله كلنا في الهوى شرق. وما كان الرئيس البشير يرمي غير أن يغذي دفء العلاقات بين الخرطوم وموسكو رغم الشتاء الروسي القارس. السودان يتلمس مواضع قوته، بل هو الآن يدركها، فلا يضع كل البيض في سلة واحدة. ما يضيره إن الشرق أتى والغرب أتى، فقد انتهى زمن المحاور وزمن الأقطاب، أو كما قال ربان الدبلوماسية. نحن نربط علاقاتنا مع دولة بدولة، والسودان علاقاته تمتد مع كل دول العالم، ولعلنا حتى في محيطنا نتمتع بعلاقات بين دول يعتبرها البعض من الأضداد، وبالتالي الولايات المتحدة وروسيا علاقاتهما علاقات قوية ومتينة، وتعاون اقتصادي وتعاون معلوم. وآخر حديث دار حول المنطقة وسوريا كان بين فخامة الرئيسين الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين، بالتالي ليس هنالك ما يمنع أن يتعاون السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتقوى علاقاته معه، وفي نفس الوقت نمضي إلى علاقات استراتيجية مع الصين كما نفعل، ومع روسيا كذلك. ليس هنالك تضارب. أنا أستغرب للذين يريدوننا فقط أن نكتفي. انتهى زمن المحاور في العالم وزمن الأقطاب، الآن العالم مفتوح لتعاون لفائدة الجميع. قطعا انتهت حقبة الحرب الباردة بكل وضوحها، ولكن حرب هذا الزمان بكل تعقيداتها تجعل الخرطوم تداعب الدب الروسي لتظفر بالمزيد من الثقة والتقارب. والعبرة هنا بالخواتيم. 8 اتفاقيات بين السودان وروسيا تخاطب قضايا الخرطوم الملحة: النفط، الذهب، واستكشاف كنوز بلد ما زال بكرا. وما اكتفيا من صرير الأقلام وتوقيعاتها، فمهر اتفاقا لاستخدام الطاقة النووية، هو فتح عظيم امضى مع شركة روس أتوم، عملاق الطاقة الذرية في روسيا، لأنه يضع السودان على الطريق السريع للنهضة والنماء. وجدنا حقيقة حماس وترحاب يعني بأن تنعقد يعني روح جديدة و دورة جديدة لتمتين العلاقة بين السودان وروسيا. ونقول واحدة من شواهدها أن رجعنا بهذا الميقات الذي يعني ينتظر الرئيس الروسي لمقابلة الرئيس السوداني، ونقول هذا هو تتويج لكل المجهودات التي بذلت في سابق الزيارات، لكننا نطلع أن تكون هذه الزيارة حقيقة ترسي قواعد
لمنافع مشتركة بيننا وبين الطرف الآخر. عنوان الزيارة إلى موسكو وسوتشي كان جليا، فقد نزلها البشير بطاقم وزاري فخيم لم يبدأ بوزير الدفاع ولم ينتهي بوزراء المعادن والكهرباء، كلهم مهر من الاتفاقات ما يرضيه. لقاء البشير وبوتين ربما كان منطقيا بحكم علاقات دافئة امتدت لسنين عددة بين العاصمتين، لكنه قطعا لقاء له ما بعده على مستوى السودان والمنطقة، فالدخول إلى موسكو ليس كما الخروج منها. إذن نرحب بالسيد الوزير معتز موسى عبد الله السالم الذي تابع معنا هذا التقرير. سيد الوزير، إذا حاولنا أن أتحدث بلمحة تاريخية عن العلاقات السودانية الروسية، هي علاقات قديمة لعلها بدأت من حقبة عبود وهو آخر رئيس زار روسيا الاتحادية وقت ذاك طبعا الاتحاد السوفيتي، والآن زاره الرئيس البشير. إذا طلبنا بإيجاز يعني لمحة تاريخية، ما الذي تقوله في هذه العلاقات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، النعمة المهداة والسراج المنير، وبعد تحية لك أخ مامون وللإخوة والأخوات والسادة المشاهدون. الحقيقة طبعا روسيا هي دولة وازنة وهي قطب حقيقي الآن في العالم، وظل تاريخيا يلعب دور مهم، والعلاقة السودان بروسيا والاتحاد السوفيتي سابقا ظلت علاقات ممتدة متنوعة متجذرة. الحقيقة لم يعكر صفوها إلا بعض فترات تاريخية محدودة في سوء تفاهم سياسي في مطلع السبعينات وما تلاه من بعض السنين، ولكن طبعا بالفعل آخر زيارة كانت للرئيس عبود والآن الرئيس البشير، ولكن فيما بين الزيارتين ظلت العلاقة حميمة ودافئة ومستمرة. وطبعا الحضور الروسي في السودان شاهد وشاخص في كل النواحي، سواء كانت العسكرية أو الاستراتيجية أو حتى على مستوى السدود. كلنا بنعرف أنه سد مروي صمم تصميم من معهد هايدر بروجكت الروسي، وكثير من الأعمال في كثير من الجوانب، يعني سواء كانت الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا حاليا ظلت حاضرة في الاقتصاد والتجارة الخارجية. يعني الآن المستورد الثاني للقمح في أفريقيا يعني من روسيا هو السودان. يعني أعتقد في كل جوانب السودان حاضر في الأجندة الروسية. ولعل كذلك ونحن نبحث في الإعداد لهذه الحلقة وجدنا العديد من المعلومات، منها أن السودان هذه العلاقات استمرت ل 63 أو 60 عاما من الزمان تقريبا أو أكثر بقليل. هنالك كذلك تنسيق في المحافل الدولية بين السودان وكذلك روسيا في عدد من القضايا التي طرحت، سواء كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو كان على مستوى يعني في منظمات مختلفة دولية. التنسيق كذلك كان موجودا في عدد من القضايا الاقتصادية التي من بينها الذهب والتعاون في هذا الجانب. هنالك عديد من الشركات الروسية وقعت اتفاقيات وتعمل في قطاع التعدين في مجال الاستكشاف عن الذهب. في هذا الإطار يعني إذا حاولنا أن نستجلي الثمرات التي عادت على الاقتصاد الوطني من هذه العلاقة. طبعا قبل الزيارة تمت يعني تم جهد مسحي للعلاقة وكيفية الاستفادة القصوى من الإمكانيات الروسية والموارد السودانية على نحو متوازن يعود بالفائدة على الطرفين، وكان وقع الاختيار على هذه المجالات. طبعا مجال النفط هو مجال واعد، وبالذات الغاز تحديدا، الغاز أيضا إلى جانب النفط، والذهب طبعا الشركات الروسية موجودة وعاملة، ولكن هذا الاتفاق الذي وقع يعزز هذا الأمر، إلى جانب الزراعة. وطبعا هم بحاجة كبيرة زي ما ذكروا إلى الخضار والفاكهة. طيب أنا سأتي الاتفاقيات سيد الوزير، سأتي الاتفاقيات لاحقا بتفصيلا نتحدث عنها إن شاء الله كما ترغب، ولكن دعنا نقول من خلال هذه الزيارة ما الذي استقرأه سيد الوزير من خلال القراءات التي ظهرت يعني، وأنتم استمعتم بكل تأكيد إلى الجانب الروسي، كيف تنظر إلى مستقبل العلاقة في إطار هذه الزيارة؟ طبعا هي زيارة رسمية، زيارة الدولة جاءت بدعوة من الرئيس الروسي.
هي طبعا جاءت بدعم الرئيس الروسي وفي وقت هو يعني يعتبر فيه اجنده مزدحمه، لانه هو في يعني متوجه على انتخابات منتصف العام القادم، وهو استحقاق كبير في روسيا والبلد واسع وفيه كثير من التحديات. ولكن على الرغم من كده قدموا الدعوة للسيد الرئيس وكانت الزيارة، ويعني واضح جدا إنه روسيا يعني لها استعداد كبير للدخول في شراكة حقيقية مع السودان. والبلدين ما يميزهم بلدين عندهم موارد، وبلدين عندهم موقع استراتيجي وحضور إقليمي ودولي فاعل وتنسيق كبير. وأعتقد بكل الزوايا إذا نظرت للعلاقة فهي علاقة واعدة بأن تكون متوازنة ونافعة للطرفين. يعني ما هو مفقود في كل جانب يكاد يكون حاضر في الجانب الآخر، وده أمر بيخلي إنه العلاقة تكون قائمة على التعاضد والتآزر أكثر من على إنها التنافس والتكرار في بعض الأحيان. وما في تعقيدات تاريخية، وما أتوقع تكون في مشاكل مستقبلية. فأعتقد الظروف مواتية لإقامة علاقة حقيقية متوازنة نافعة للسودان ولروسيا، وده ما ستكشف عنه إن شاء الله المستقبل الأيام. طيب إذا حاولنا أن ننحو المنح الاستراتيجي، إلى مدى هم ينظرون إلى أن تكون علاقات السودان استراتيجية معهم؟ يعني الحديث الذي كان واضحا هو رئيس حديث رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف في أن روسيا تزعى لتعزيز علاقاتها مع السودان وما إلى ذلك، لكن الذي خرجت به، الانطباع الذي خرجت به، إلى مدى هم مستعدون لإقامة علاقات ليست ثنائية عادية فيها مجاملات دبلوماسية وما إلى ذلك، فيها ارتقاء بحجم التبادل التجاري، إلى مدى هم ينحون إلى هذا المنحى، المنحى الاستراتيجي في إقامة هذه العلاقات؟ والله هو ده بالضبط يعني الذي دار، انه وانا في رايي الشخصي لا مجال لعلاقه مع روسيا غير استراتيجيه. يعني كل المجالات التي طرحت والتي قبلت ونوه بها الجانب الروسي وتم العمل فيها ليس من بينها صفقات عاجله قصيره المدى او تبادلات محدوده، بقدر ما انه كل الكلام كان عن مجالات استراتيجيه كبيره التي شملت الزياره في كل المناحي. وأعتقد يعني وزن روسيا ووزن السودان والموارد الموجودة في الطرفين والإرادة والعمل المشترك لا يدع مجال لأي نوع من العلاقات غير الاستراتيجية. جيد. طيب فيما يتعلق، طبعا طبيعي أن يزور السودان روسيا تبقى المسألة بتاعة الأقطاب القطبين الكبيرين، هي مسار التناول لدى الصحافة لدى الرأي العام، القراءات كلها تحاول أن تقرأ ما بعد هذه الدعوة. يعني لما وجه الرئيس الروسي دعوة رسمية للرئيس البشير، تصبح هذه قراءات من قبل مختلف المراقبين للعملية السياسية. لكن السودان هو في حوجة إلى أن ينهض باقتصاده الوطني، هو في حوجة إلى إحداث التنمية المستدامة الشاملة، ولذلك السودان يتجه إلى من يشاء في ذلك طالما أن هنالك أبواب مفتوحة في ذلك. إلى أي مدى نحن من الممكن أن نحقق ذلك طالما أن لدينا البوتنشيال الإمكانات والقدرات الكبيرة في السودان التي نستطيع أن نستفيد فيها من التجربة الروسية في ذلك؟ إلى أي مدى نستطيع أن نبعد هذه المسألة من الاستقطاب السياسي الحاد حتى لا يصنف شرقا أو غربا؟ والله طبعا هو ما أشكل على بعض الناس أنه العقوبات رفعت قبل شهر أو يزيد والتوجه حدث إلى روسيا. طبعا يعني الناظر للسياسة الدولية ما فيها العواطف دي، وقطعا أمريكا تعي أن لم نكن نحن في سجن ولا كنا في محبس وعلينا يعني استحقاقات أو إلى آخره، هي علاقة عادية ومكشوفة ومعروفة، وحتى أمريكا عندها علاقات مع روسيا والإقليم كله روسيا حاضرة فيه وفي كل العالم. ما أعتقد يعني أن في الأمر الحساسية التي يعني برزت والأجندة فيها مكشوفة وواضحة، ويعني لا أرى مبرر إلى أن للإنزعاج من أن العلاقة وتنويعها زي ما ذكر البروفيسور غندور. نعم. إنه دي علاقات عادية وطبيعية ومكشوفة وواضحة ومصالح بين الدول،
ليس بالضرورة أن تقوم على ضرار لطرف دون الآخر. وبالتالي يعني لا أنا يعني ما مرتاب ولا أشك أن هناك ما يضير. وسياسة دولية سياسة تحكمها المصالح لا سياسة الأقطاب والمحاور كما أشار وزير الخارجية. نعم يعني المحاور انتهت طبعا وأصبح يعني ممكن أنت مع طرف تكون متفق في بعض الأجندة ومختلف في بعض الأجندة الأخرى ومع طرف آخر مع نصف آخر من الأجندة وهكذا يعني. وإذا حاولنا أن نتحدث بلغة دبلوماسية رفيعة لنقول أنه الآن بعض الدول تتبع سياسة الاحتواء المزدوج، بمعنى أنا لو كان لدي شخص عدو ولدي مصلحة أن أصل إلى هذا العدو لتحقيق هذه المصلحة أنا أستطيع أن أتوجه إلى هذا. يعني بعض الدول يعني التي أقامت علاقات مع دول لها عداء مع العالم العربي أو الإسلامي اتجهت إلى هذا الاتجاه سياسة الاحتواء المزدوج لتحقيق المصالح. والله طبعا لغة المصالح أصبحت لغة مشروعة ونحن بس مجتمع مبادئ ومجتمع قيم ودائما ننظر إلى كثير من الجوانب وهو أمر محمود يعني ينقص السياسة الدولية اليوم. أنا أشد على أزر القائمين على أمر العلاقة علاقات الاستراتيجية على مستوى رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية أن نراعي مكون الأخلاق والالتزام وعظم الضرار ويكون ظاهرنا وباطننا واحد ونمضي للأمام بالصدق لن يضيرنا شيء. لكن أعتقد يعني المصالح مشروعة وده شعب في السودان ينتظر مزيد من التطوير ويعني تكون حياته طيبة وكريمة وما يجب أن ندخر وسع في أننا نتصل بأي جهة مشروعة في العالم نستطيع أن نقيمها علاقات تعود بالنفع للشعب السوداني وفي ذلك ونمضي يعني للأمام يعني. نعم وفي ذلك يعني احترام للسيادة الوطنية وفي احترام للدستور الوطني وفي احترام لمكونات الشعب السوداني وأجاله المختلفة. نعم نحن نتحرك في جو من حكومة وفاق وطني يعني يستحق العمل في الإيجابي الواسع إن شاء الله. يعني هذا ما كان لنا أن نقف على هذه النقاط باعتبارها هي واحدة من النقاط التي قد تعطي تحليلا لما توجه السودان شرقا أو غربا جنوبا أو شمالا. طيب سيد الوزير نتوجه مباشرة إلى موضوعاتنا المتخصصة يعني طالما أن السياسة وكفيت نقاشا في عدد من النقاط المختلفة، لكن دعنا نقول اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. السودان الآن لديه عجز في الكهرباء ولذلك هو يعني يسعى لإكمال هذا النقص في المتعلق بال وأنت وزير الموارد المائية والري والكهرباء. البعض يتحدث عن 5000 ميجاوات عجز أو 6000 ميجاوات عجز، حتى الآن لم نكتفي من هذه المسألة، توسعنا في القطاع الزراعي كهرباء المشاريع الزراعية، ننتظر حتى سد النهضة الإثيوبي ليخرج، خاصة أن لديه طاقة تصل إلى 6000 ميجاوات. أهمية ما تم التوقيع عليه الآن، هل هي مذكرة تفاهم أم هل هي توجه لإقامة محطة نووية بالطاقة السلمية؟ طبعا زي ما تفضلت السودان عنده خطة طويلة المدى بدأت من العام 2001 ومداها العام 2031، فيها مزيج واسع من الطاقة وأنواعها، فيها التوليد المائي والتوليد الحراري بأنواعه المختلفة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وطاقة باطن الأرض، إلى جانب الاستيراد من الدول الجوار التي لها فائض. والآن تقريبا نحن في منتصف الطريق إلى العام 2031 ونستطيع أن نقول السودان قطع شوط كبير جدا في استحقاقات الطاقة، لأنه ببساطة السودان بلد فيه موارد هائلة، بلد غني جدا، وده واحد من أهم أسباب الإشكالات والتحديات التي يواجهها السودان. وهذه الإمكانات الهائلة ما يعوزها هو الطاقة الرخيصة المستدامة المتوفرة المنتشرة بتوازن في كل نواحي القطر لتحريك هذه الموارد لإضافة قيمة مضافة ولنقل أحداث نقلة في الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على المواد الخام إلى اقتصاد يعتمد على القيمة المضافة، ثم ننتقل بعدها منطقيا إلى اقتصاد المعرفة إن شاء الله. فبالتالي يجيء في هذا السياق على أساس الخطة الاستراتيجية المجازة النظر في الطاقة الذرية، وما تم توقيعه هو اتفاقية التعاون السلمي في الطاقة الذرية، لأنه الطاقة الذرية تحديدا التوليد الكهرباء من الطاقة الذرية
هو غير الطاقات الأخرى تحتاج إلى اتفاقية للتعاون السلمي مطلوبة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطبعا احنا برنامجنا مشروع ومقنن دوليا وعالميا على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عندنا معهم شراكة مستمرة، ودي واحدة من أهم الاستحقاقات أن تكون الدولة الراعية للعمل في الطاقة الذرية أن توقع اتفاق للاستخدام السلمي، ونكون نحن والدولة شركاء أمام المجتمع الدولي. هذا ما تم له في هذه الزيارة؟ هذا بالضبط ما تم في هذه الزيارة، ومعه أيضا اتفاق لخارطة الطريق لتنفيذ المحطة الأولى. طيب سيتم لاحقا إبلاغ الوكالة الدولية بهذا الاتفاقية؟ نعم تلقائيا. نعم. طبعا هذا التوقيع بيمشي مباشرة بنسخة للطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم. وهي متابعة معانا برنامجنا كله فيما يلي حتى التشريعات والقوانين واللجان والأجهزة والجهاز الرقابة المستقل وتأهيل الكادر وبناء البنية التحتية فيما يخص الكوادر. طيب. ويستمر العمل فيها إن شاء الله. أبرز ملامح هذا الاتفاق، الاتفاقية التي وقعت مع روسيا. الاتفاقية طبعا بتتحدث بشكل رئيسي عن طبيعة التقنية المطروحة، ويعني فيها التزامات تتعلق فيما يلي التقنيات اللي حتدخل السودان والتقنيات اللي هم مسؤولين عنها، والتزام يعني عدم انحراف المشروع عن وجهته وانتهاء العمل في المشروع إلى مستويات محددة فيما يلي التخصيب إلى آخره. وهي اتفاقية نمطية توقع في كل العالم مع كل دولة أرادت محطة كهرباء والجهة الشريكة التي تطور معها. في هذه الحالة بعض الأحيان تكون دول أوروبية، في بعض الأحيان روسيا، بعض الأحيان الصين. وهي اتفاقية نمطية مصممة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمضي العمل فيها. وإن شاء الله في الربع الثالث من العام القادم سيزورنا نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه وكالة روستوم روساتوم. دي الوكالة أو الوكالة الروسية للطاقة الذرية، ودي الشريكة اللي حيكون معنا. طيب قدرات شنو إمكاناتها في طبعا هي واحدة من أكبر مصنعي محطات الطاقة الذرية. حكومية ولا قطاع هي خاص؟ حكومية طبعا حكومية وبرنامجها حكومي، وهي عندها القدرة على تخصيب الوقود والتعامل مع الوقود المستنفد وإدارته. وهي يعني من البداية للنهاية هي التي تقوم بهذه الأعمال التفصيلية، وبالتالي يعني هي جهة مسؤولة دوليا أمام المجتمع الدولي والوكالة الدولية والوكالات المختصة في إدارة مثل هذه الأنواع. ونحن ليس الدولة الأولى التي يعني نفذت أو نعم. تجري هذا المشروع. طيب فيما يتعلق بهذه المحطة، يعني التكاليف هذا المشروع، هل فيه مكون وطني وكذلك مكون روسي، أم أن الشركة ستقوم بكامل العمليات التمويلية؟ طبعا لا يزال التمويل هو موضوع يجب التحدث عنه وسيأتي تفصيلا، ونحن في انتظار يمكن في ديسمبر القادم، في العام الشهر القادم حيكون في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، حيكون في الخرطوم. وإن شاء الله في خلال هذه الاجتماع منتصف ديسمبر حيجينا العرض الروسي متكامل فنيا. منتصف الشهر القادم. نعم. نعم. وإن شاء الله ندرسه ونشوف بعد خطة تنفيذه، نشوف كيف نوفر الإمكانيات. ولكن شأن أي مشروع في وطني في وقت زمني مقترح لتنفيذ هذا المشروع؟ والله هو طبعا التقنية المقترحة الآن نسبيا سريعة، يمكن إذا بدأنا وفرنا التمويل والاتفاقات التفصيلية تمت وكل الإجراءات والترتيبات المطلوبة مع الوكالة الدولية، وهي تستغرق بعض الوقت، تمت كافة التفاصيل حولها، أعتقد التصنيع ودخول المحطة إلى العمل لا يستغرق أكثر من عام ونصف من الزمن كمحطة. يمكن تكون يعني تحدث على العام 2019 تقريبا إذا اكتملت الإجراءات والترتيبات. هي في كل جوانبه مشروع عادي، يحتاج لتمويل، يحتاج لتخطيط، يحتاج لاتصالات، لعمل استشاري، إلى تصميم، إلى فحوصات أرضية ومكانية وإلى آخره. فكل هذه الأمور يجب ترتيبها إلى جانب الالتزامات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم ندخل مرحلة تنفيذ المشروع
أعتقد نحتاج إلى بعض الوقت، لكن المهم أن نبدأ في المسير في الاتجاه الصحيح إن شاء الله. طيب المتوقع أن توفره من الميجاواتات من الكهرباء يعني كم تقريبا من أو هل نستطيع أن نقول أنه من الممكن أن يسد العجز الذي يحتاجه السودان في الطاقة الكهربائية؟ هو طبعا السودان حاليا اليوم قد نكون بالطلب الحالي ما في عجز، لكن طبعا في طلب متزايد على الطاقة. نحن تقديرنا له السنة الفات كان 14%، فكل ما بنيت محطة كل ما بقيت أنت في حاجة إلى محطة أخرى، لأنه توفر الطاقة بيؤدي لمزيد من الطلب على الطاقة. نعم. وبالتالي نحن هدفنا زي ما ذكرنا في العام 2020 أن نصل إلى 5400 ميجاوات. نسير الآن فيها يعني عندنا محطة زي ما معلوم مع سيمنز الآن 950 ميجاوات، حتكون الثانية في حيث الحجم وصلت من مروي. وصلت الرئيس البشري تحدث عن محطة وصلت البحر الأحمر، وصلت بورسو، والآن يجري تركيبة على الأرض يعني في قري نحط السيمنز ثلاث من أي دولة؟ من ألمانيا. من ألمانيا. ثلاثة وحدات في قري ووحدتين في بور السودان، وقطعت شوط كبيرة الآن يتم تركيبه على الأرض، والشغل ماشي فيها كويس. هدفنا تدخل قبل الصيف القادم إن شاء الله نتمنى. نعم. ويسير العمل، فنحن ماشيين بهذا المزيج، حندخل إن شاء الله مطلع العام القادم بحملة كبيرة على الطاقات الجديدة والمتجددة الشمسية والرياح تحديدا. وتمشي برضو الطاقة الذرية. هدفنا في نهاية المطاف أن نكون في أفق 2020 بحدود 5400 ميجاوات، لكن حنمشي ل 10000 ميجاوات في السنوات التالية. هذا مجمل الإنتاج ولا الإنتاج الجديد من هذه الطاقات المتجددة الجديدة؟ لا يكون 5000. كل الموجود، يكون في هذا الحدود. طبعا ده تخطيطنا للشبكة. نحن شايفين أنه كده بيكون ما في إشكال. كم الموجود الآن بعودة تشغيل سد مروي، المحطات الحرارية المختلفة التي تعمل، خزان الروسيريس، الربط الذي يتم الآن مع إثيوبيا، كم تقريبا الآن من الميجاواتات؟ تقريبا المتاح الآن حوالي 3300 ميجاوات للسعة المركبة، وطبعا في مكانات بتكون خارج الخدمة، في صيانات، في أعمال، خاصة إنه في محطات قديمة يعني في بحري والشهيد وفي قري بتحتاج لتطوير وعمل، وده نحن اللي شغالين عليه. وفي كل يوم بنشهد عودة لجزء من الوحدات اللي كانت مركبة ومحسوبة على إنها موجودة، ولكن قد تكون تعطلت، ويجري العمل في إدخالها مرة أخرى لدورة الإنتاج. ويستمر إن شاء الله العمل، وهدفنا واضح. التحديات كبيرة بلا شك، وشغالين في ظروف في محطة عائمة أخرى وصلت البلاد. لا احنا بنتكلم عن المحطة الأولى للطاقة النووية نفسها حوالي 80 ميجاوات. نحن عاوزين نبدأ بسعة معقولة على أساس أنه نستوعب التغنية وتدخل الشبكة وتستغر ونتعلم ونستفيد، والبلد تدخل الفهم الجديد لهذه الطاقة، ثم نمضي إلى محطات كبيرة. الروس طارحين محطة عائمة تكون دي الأولى، لأنها سريعة جدا، بتصنع كلها جاهزة على سفينة وبتجي. طبعا الكلام لا يزال أولي، نحن منتظرين عرضهم التفصيلي نشوفه، لكن هي على أسرع مسار يمكن أن تتم إذا ما استوفينا كافة الجوانب الأخرى ذات الصلة يعني. طيب لدينا فاصل، لدينا العديد من النقاط المختلفة في بقية الاتفاقيات التي تم توقيعها، كذلك متى سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات، طبيعة هذه الاتفاقيات، إلى أي مدى سيستفيد الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقات التي تم توقيعها، طالما أن السودان يخاطب قضاياه الملحة في الاقتصاد من هذه الزيارة التي تعتبر تاريخية إلى روسيا. مشاهدي الأعزاء، نحن معكم على الهواء مباشرة في حوار آخر مع وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، سنعود بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نحن لا نزال معكم في هذه الحلقة من حوار آخر مع ضيفنا العزيز وزير الموارد المائية والري والكهرباء السيد معتز موسى. نعم سيد معتز، فيما يتعلق باتفاقيات التعاون الأخرى، هنالك اتفاقية في مجال النفط، هنالك اتفاقية في مجال الذهب، هنالك اتفاق النفط والغاز، هنالك مجال اتفاقية وقعت كذلك أو مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، وكذلك في الدخول بلا تأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية، هنالك عدد من الاتفاقيات في الجانب الزراعي، ما إلى ذلك. إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن السودان خاطب قضاياه الملحة في الاقتصاد والتنمية ويستطيع أن يحصل على اتفاقيات
في الفترة المقبلة تعين السودان وكذلك المؤشرات الوطنية في مؤشرات التنمية المستدامة؟ والله طبعا زي ما ذكرت لك الخطة انه نحن واحدة من تحدياتنا اللي خانقت التنمية والتطور السريع بالمناسبة قد ما ينتبه لها الكثيرين، لكن الأسواق نحن بننتج إنتاج مرات كبير جدا جدا حقيقة، مرات ما بنعرف نوديه وين لأنه الأسواق نفسها يعني هي تحدي، ومجرد أن تجد موطئ قدم في سوق كبير وشريك كبير في حجم روسيا ده أكبر حافز للإنتاج، لأنه كل المنتجين بيجدوا التصريف لمنتجاتهم بأسعار مجزية، وده بيخلي عندهم عوائد كبيرة تحفزهم لمزيد من الإنتاج. يعني إحنا مرات يا سيد الوزير الذرة يتم حرقها في الحقول لأنه ليست هنالك سعة معين يعني تستقطب هذه الزيادات الكبيرة في المحاصيل. بالضبط، فبالتالي التخطيط السليم للتنمية بالمناسبة ما بيبدأ من الإنتاج وبعدين ما تكون أنت شايف مودي وين وتنتهي إلى بوار، بتبدأ بأنك أول شيء تمسح السوق وتعرف مين العاوز شنو وكمياته، تخطط عليها وتنتج عليها، ومن هناك تبدأ دورة الإنتاج. وأفتكر ده عيني ما توصلت لي وهذه الزيارة وتحديدا في جوانب اللي بتتعلق بالتجارة الخارجية وعلى رأسها المنتجات الزراعية اللي هم طالبينها بشدة، وأنا شهدت يعني كلام عنها ويتكلموا بالتزام واضح وب دقة وحزم في إنهم هم بحاجة حقيقية لكثير منتجات الزراعية اللي بتتم في تنتج في السودان، خاصة المنتجات الشتوية عندنا اللي هم عندهم جليد في الوقت ذاك وعاوزين حاجات تكون طازجة ومنتجة وتمشي عندهم. وطبعا إلى جانب الذهب كواحد من أهم المنتجات السودانية اللي عاوزة تطوير في التقنيات، خاصة إحنا ماشيين على أعماق أكبر وعاوزة تقنيات أكبر وعمل فيها يكون واسع، فضلا عن النفط والغاز، طبعا هم سادة العمل في الغاز وكذلك في النفط، وده ممكن يكون فيه تطوير كبير. قطعا التعليم، روسيا طبعا خرجت عدد كبير من السودانيين الأكفاء الذين الآن يعني يسهمون في بناء الدولة، وبالتالي هم عرضوا من جانبهم إنه ممكن يمنحوا منح كبيرة جدا لعدد من تخصصات الدراسات العليا والجامعية وغيرها، طبعا ده كان واحد من المجالات الكبيرة. ولكن أنا شايف من أهم الاتفاقات التي تمت اللي هي تسهيل دخول حملة الجوازات الدبلوماسية، وده اللي بيعني الملمح الأساسي. كانت في صعوبة في دخول حملة الجوازات؟ لا هي مش صعوبة، لكن لما يكون الدبلوماسي بيدخل بتأشيرة معناها العلاقة عادية، لكن كون يكون حملة الجوازات الدبلوماسية معنى ذي أصحاب القرار يجوز لهم والسفر بدون حواجز، ده بيشير لأنه في حيكون في كم كبير من التحرك بين الجانبين، وده بيعني معناته سير المشروعات أو توقع لسير كبير للمشروعات وتحرك كبير على مستوى قادة البلد في المجالات الاقتصادية والمجالات ذات الصلة، وده تمهيد كبير، وده اللي يديك الملمح للتوجه الاستراتيجي فعلا للعلاقة بين البلدين. طيب يعني تنفيذ هذه الاتفاقيات، هل هنالك مانديت أو تواقيت محددة لتنفيذ هذه الاتفاقيات في الفترة المقبلة؟ هي طبعا اتفاقات إطارية. نعم. ودائما ده الأهم، يعني أنك تبدأ بإطار تحدد فيه هدفك وتحدد فيه المسارات العامة لسر العلاقات، ثم يأتي التفصيل. يعني وأفتكر واحد من أهم ملامح الجدية في تنفيذ هذه الاتفاقات هو الاجتماع طوالي في الشهر القادم في الخرطوم للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، لجنة وزارية كاملة. نعم، يعني يجلس كل وزير بعد النظراء مع بعضهم. نعم، هو في الجانبين حيجلسوا في الخرطوم للنظر في تفصيل هذه الاتفاقات التي تمت وأخذها إلى ميدان التنفيذ، وأفتكر جدية واضح أنها جيدة. يعني نعم، بعض الاتفاقيات التي وقعها السودان سيد الوزير كانت فيها إشكالية متعلقة بالتمويل للظروف الاقتصادية التي مر بها السودان في الحقبة في الفترة الماضية، يعني وبالتالي لم يستطع السودان أن يدفع المكون الوطني، ولذلك بعض المشروعات توقفت، في بعض المشروعات وهذا ليس سرا بين السودان والصين
بعض المشروعات توقفت لأن إشكالية التمويل فيما يتعلق بالجانب التمويل الوطني. هل يعني تداركتم هذه النقطة حتى لا يعني ندخل في نفس التجربة الصينية السودانية في بعض المشروعات مع السودان وروسيا؟ والله طبعا ما حصل مع الصين عندك خلفية طبعا، لأنه اعتقد انفصال جنوب السودان وذهاب 75% أو 80% من موارد العملة الحرة إلى جنوب السودان، وأصبح السودان بين عشية وضحاها يعيش فقط على 20% من العملة الحرة. لا أعتقد يعني وضع زي ده ممكن التنمية عادي والأمور تمشي عادي، لا بد أن تكون هناك ما يشبه الصدمة قد حدثت، وهذا الذي حدث. والصدمة دائما بيكون ما يسمى عندها بيسمى ريبل إفكت كده، زي الدومينو لما تضربها بتقع معها حاجات كثيرة، فبيكون عندها مدى، ولكن في تعافي واضح يعني. نعم. لكن أعتقد مع روسيا على الأقل صحيح في تحديات، الوضع لا يزال فيه كثير من التحديات، ولكن هذا لا يعني الاستسلام، ولكن دوما البطش والضرب في الأرض بما إن شاء الله بخطة ورؤية واضحة وتحليل سليم، وإن شاء الله الناس يمضوا لتحقيق هذا العمل بإذن الله. طيب السيد الوزير، إذا ما تحولنا إلى موضوع متعلق طبعا اتفاقيات، فيها عدد من الاتفاقيات، هي اتفاقية التعاون التجاري، التعاون الاقتصادي، الاتصالات السياسية والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية بين السودان وروسيا، المجالات العسكرية، التنقيب عن الذهب، الاستكشاف النفطي بمربعات جديدة في السودان، الاستخدام السلمي للطاقة النووية وما تحدثنا عنه، كذلك جوانب دبلوماسية وثقافية. اتفاقية تتيح لحملة الجوازات الدخول من غير تأشيرة، وكذلك مذكرة في مجال التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي. إذا أقرت، حتى نخرج من الجانب الروسي إلى موضوع آخر يعني هو موضوع الجراند دام سد النهضة، أقرت الآن أن تجلس اللجان الوزارية الشهر المقبل بين الجانبين. نعم. طيب فيما يتعلق بسد النهضة سيد الوزير، اتفاقية 59 الآن في حديث عنها، أنت أشرت في تصريحات لك في الأيام الفائتة إلى أن السودان متمسك بحصته في اتفاقية العام 59، وهي كما ما هو معلوم 18.5. إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن هنالك مستجدات في هذا الموضوع استدعت أن نتحدث عن حقوقنا التاريخية الموجودة الآن؟ والله طبعا يعني الملابسات، دراسات صد النهضة يعني قادتنا إلى أن وصلنا إلى مرحلة محددة اقتضت أن نتحسس أين نقف. وطبعا يعني قضية موضوع صد النهضة قضية طويلة واستمرت الآن لسنوات، ولكن كانت سنوات مثمرة ومنتجة لتعاون كبير بين السودان وأثيوبيا ومصر. ويعني معروف إنه أثيوبيا بتمد منظومة نهر النيل في السودان ومصر ب 85% من المياه، وبالتالي العناية بالتعاطي مع أثيوبيا هو استحقاق مهم، يعني باعتبار إننا نحن بنتعاطى مع يعني دولة موردة دافعة للمياه باتجاه السودان ومصر، وأمر تنظيم هذا الموضوع وترتيبه يستحق العناية وبذل الجهد والتعاون. وطبعا كلنا تابعنا الدراسات المشتركة، لجنة الخبراء العالميين وأوسط بأعمال محددة لتعزيز السلام وتأمينه في جسم السد، وتم تنفيذه بالكامل. طيب ثم مضينا في الدراسات. نعم. بعد طيب قبل موضوع السد أنا سأتي إلى موضوع السد، وطبعا وزارة الري الأثيوبية أصدرت بيان وأشارت فيه إلى أن العمل وصل 63% وأشادت بموقف السودان وتعاونه وتفهمه للمشروع. لكن لو تحدثنا مرة أخرى عن اتفاقية 59، يعني مصر رفضت كل المقترحات وفق الاتفاقية العام 59، وأصرت على الاستخدامات الراهنة. ما المقصود بالاستخدامات الراهنة؟ أنت أشرت إلى هذا الحديث في التنوير الذي قدمته اليوم لسفراء الدول الإفريقية والعربية بوزارة الخارجية، ما المقصود بالاستخدامات الراهنة؟ والله أنا عشان أديك الكلام كده بالموجز. نعم. الاستشاري اللي نحن كثلاثة دول استأجرناه على أساس أنه ينفذ دراستي سد النهضة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأثر دخول السد في منظومة تنظيم مياه النيل. وطبعا الاستشاري مطلوب منه
يجيب تقرير استهلالي يسمى انسبشن ريبورت وبيحدد فيه استراتيجيته، حيدرس شنو، حيدرس كيف، والمعلومات اللي حيبني عليها هي شنو عشان نصوبها له ونعمل لها الفيريفيكيشن المطلوب والاعتماد على اساس انه يمشي في الاتجاه الصحيح، مش نجيبه بعد سنه ونقول له يا اخي كنت ماشي غلط. فلما جاب التقرير ده يعني بدأت تبرز بعض القضايا اللي هي الآن نحن واقفين عندها. النقطة الأولى اللي كانت مسار خلاف إنه هو بالنظرة الفاحصة لما قدم من تقرير واضح إنه دخل مواد في الدراسة لم يكن هناك اتفاق حولها، وهي صحيح لصالح مصر في الدراسة لكن على الأقل لم تكن جزء من عقد التعامل مع الاستشاري. ومصر كان دفاع عن إنه والله يا أخي الأشياء الدخالة دي صحيح هي خارج العقد لكن والله لمصلحتنا كلنا. طبعا مصلحتنا ما بحدد الطرف دون الأطراف الأخرى. وقلنا لهم بوضوح مرحب بالمصالح بس تطرح علينا ونتفق عليها ثم ندخل العقد، لكن مش تدخل من النافذة أو من الأبواب الخلفية. والاستشاري ليس من حقه أن يتبرع علينا بأي نقطة حتى لو في مصلحتنا ما لم نعقلها نحن ونتفق عليها. وهذه النقطة كان مقترح السودان ولا يزال إنه نمارس سيادتنا كثلاثة دول ونكتب خطاب مشترك للاستشاري نستفسره على أي بند في العقد استند في هذه العملية. مصر وقفت موقف واضح أنها لا ترى أي إمكانية أن يكتب للاستشاري ويستفسر. لماذا؟ إلى أنه ترى أن هذه الإضافة هي لصالحهم ولصالح البلاد الثلاثة، هكذا قررت يعني. ونحن بنفتكر أنه ده أبسط الأشياء. أنا إذا طلبت مجرد تساؤل على ماذا اعتمد الاستشاري في فإذا هو شايف في هذا الإقرار، إذا شايف حاجة في العقد بتسنده مرحب بيجاوب، وإذا ما في حاجة بتسنده يطلع الكلام ده برا ونستمر حسب طيب العقد. طيب مصطلح الاستخدامات الراهنة من مقصود به شنو؟ أنا عشان كده بقول دي النقطة الثانية لأنك ثلاثة نقاط. نعم. النقطة الثانية نحن قلنا عشان نقيس أثر سد النهضة بعد ما يدخل على منظومة النيل عشان نقيس الأثر ده نقيسه المرجع شنو؟ المرجع السودان بيعتقد إنه اتفاقية 59 نظمت الحقوق بين مصر والسودان ونسقط سد النهضة على الاتفاقية والحقوق المتبادلة ونشوف هل هناك أثر ذابال ولا لا. ومصر بتفتكر لا، نحن ما نسقط على اتفاقية 59، نحن نسقط الكلام ده على الوضع الراهن. الوضع الراهن اليوم نحن عندنا كمية من المياه حقتنا بحسب اتفاقية 59 بتمشي عمليا لمصر، وده طبعا وضع مؤقت حتى لو طال 12 مليار. طبعا هي اتفاقية فيها حقوق كثيرة. الحق الأول الواضح 18.5 مليار إذا قسناه في أسوان أو 20.5 مليار في أواسط السودان. بعد ذاك ده محسوب على متوسط 84 مليار متر مكعب في العام متوسط إيراد للنيل، لكن الاتفاقية بتقول إذا استقر المتوسط على مستوى أعلى الزيادة تقتسم مناسبة بين البلدين. نعم. ويعني غيره طبعا من الحقوق الواضحة الناس بيمشوا فيها، وإذا جاء زيادة إيراد بأي مشروع تم جونغولي ولا أي مشروع آخر زاد الإيراد مناصفة وهكذا. فبالتالي في جملة من الحقوق قاعدة تمشي حتى لو طال على الزمان، لكن في نهاية المطاف ده وضع وإن طال فهو مؤقت. وكوننا نقول نبدأ من إنه ما تستهلك مصر اليوم هو ده الحق وأي تأثير عليه وهو ده أثر على حقوق مصر، طبعا ده فيه تفريط واضح. أن إحنا غير مخولين أن نتحدث عن أي حاجة خارج حصة مياه النيل. والكلام ده طبعا مؤرخ وموثق من اتفاقية 29 اللي هي جابت جبل أولياء كخزان وأدت السودان مشروع الجزيرة وأدتنا 4 مليار، جس السد العالي كمل عليها كمشروع ومناسبة أدانا 14.5 مليار أخرى، وباقي الاتفاقيات والملاحقة اللي تكلمنا عنها الآن. وبالتالي أصبح الحقوق مستقرة ولا نستطيع من باب سد النهضة أو من أي باب آخر أن نتجاوز هذه الحقوق. هذا أمر ما فيه كلام. طيب. ثم النقطة الثالثة يعني هي زي ليجل ديسكليمر انه والله اي معنى انه قانونيه يعني حاجه نقطه تبرئه في انه نحن
قد نستخدم هذا الاستشاري يستخدم عشرات آلاف البيانات والمعلومات. نحن قلنا نكتب بشكل واضح إن أي معلومة ندخلها في 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 النموذج اللي نمزجت نهر النيل بعد صد النهضة لا تعطي حق لأي دولة ولا تأخذ حق من أي دولة، عشان نخلي الدراسة حرة وما يتم التحايل بدخول أي معلومة. طيب بعد شوية تتخذ كدليل. هل في احتمال الاستشاري يكون واقع تحت ضغط أي طرف من الأطراف أو ضغوط مصرية اللي يكونوا واضحين، لأنه هم رفضوا حتى مخاطبة الاستشاري في هذا الإطار، الدول الثلاث تكون مجتمعة تخاطب الاستشاري، هل من المحتمل أن تتم ضغوط عليه من طرف أو من جمهورية مصر؟ والله أنا يعني إن شاء الله بعد أنزل معاش بجي بحلل ليك، لأنه الآن لا أستطيع أن أقول أي شيء من هذا المكان، أنا ما أعرفه الآن إنه في عقد واضح. طيب ويجب أن يلتزم. أنا سألت هذا السؤال السيد الوزير لأنه هنالك بعض الاتجاهات، يعني المراقبين يتحدثون عن أن هنالك ضغط سياسي واستخدام للغة سياسية إعلامية، وليست هنالك استخدام لطرق فنية لتحديد هذه الحقوق والواجبات، يعني كان هنالك استخدام للجانب الضغط السياسي وليس الضغط الفني. الطبيعي أن يكون هنالك عمل فني وليس سياسي. والله ده نحن ما نحاول أن تكون اللغة فنية راقية بين الدول الثلاث، وأنا ذكرت قبل في التنوير والآن أنا أذكره وضرائي شخصي أن هناك جنوح لدى أشقائنا في مصر إلى المعالجات السياسية لقضايا هي فنية في المقام الأول، وهم اشتكوا لفترة من الزمان إنه 6 أشهر وهم بيطالبوا بانعقاد مجمع لوزراء الموارد المائية للنظر في القضايا، ونحن اتكلمنا إنه يا أخواننا دي 120 قضية فنية، الوزراء حيقولوا شنو فيها وهي قضايا فنية، ويجب الفنيين أن يتحدثوا. معلومة تابعنا السيد الوزير كافة هذه القضايا في الاجتماعات سد النهضة الثلاثية حينما تم الاستشارة في الجوانب الاجتماعية، الاستشارة في الجوانب الفنية مع الشركة الفرنسية وكذلك مع الشركة الإيطالية ما إلى ذلك، كلها كانت موضوعات فنية، بينما الطرف المصري الآن يتجه إلى أن يستخدم هذه الموضوعات استخدام سياسي إعلامي، والآن هنالك حملة. وطبعا نحن يعني برضنا ملاحظتنا واللي ذكرناها قبل في تنويرنا للإخوة السفراء إنه اجتماعاتنا داخل الغرف بتكون موضوعية إلى حد ما مقبولة بلغة معقولة، ولكن نطلع برا نسمع في الإعلام كلام مختلف. وأنا يعني هذه قضية تحتاج برضو لعناية من الأطراف كافة. نعم. طيب سد النهضة الآن فيه 16 توربينة، البيان الذي صدر عن وزارة الري الإثيوبية يقول إن السودان يعني امتدح الموقف السوداني في أنه متفهم لهذا المشروع، وأن العمل وصل إلى 63%، تم تركيب التوربينات، بدأنا كما قال البيان بدأنا في التشغيل التدريجي لهذه التوربينات 16 التدريجي، معنى ذلك أنهم شغلوا توربينة أو توربينتين تقريبا. كيف تنظرون إلى ما تم حتى الآن؟ مصلحة السودان، لأن السد يعني هو في أقرب ولاية إلى السودان، بني شنغول يعني أصوصو، هذه المنطقة التي تبعد 20 كيلومتر فقط عن الحدود السودانية، فأول محطة هي محطة الديم. نعم. والله السودان يعني أنا أقول لك بصدق كثير شاركنا في كل المحافل العالمية والدولية حول موضوعات المياه، وكل العالم بالإجماع يمتدح موقف السودان، موقف متوازن مبني على مصالح السودان في المقام الأول، لكن ما كان زي ما بيقولوا سيلف سنتر، يعني لم نكن أنانيين وحاولنا ننظر للمصلحة العامة لكل كافة دول الجوار بشفافية ووضوح وشجاعة، يعني ما كان في أي مشكلة في أننا نتكلم بوضوح. وبالتالي السودان بقدر ما دافع عن مصالحه الواضحة جدا، لكن لم يتآمر مطلقا على أي جهة، والحقيقة العامل الربك الآن هو وضوح السودان الشديد والحقائق واستناده دوما على مراجع موضوعية. لكن لاحظنا أن كل المغالطات التي كانت تجري إنه هذا جسم السد سيحدث تصدعات يتأثر بها السودان النيلي، إنه هذا التصدع قد يعبر حتى البحر الأحمر باتجاه منطقة الحجاز، ما إلا كل هذه انتهت يعني في النهاية، انتهت هذا الأمر إلى ما نحن فيه الآن. يعني والله طبعا يعني الواحد لو دخل في معركة يعني بعد ذاك يعني بيستخدم أي سلاح، فأنا أعتقد في منطق وفي معقولية، يعني وأنا لما نشوف مثلا السد العالي هو
مرتين قدر سد النهضة، مرتين نعم. وربع قدر سد النهضة ولا يتصدع ولا يحدث أي مشكلة، وبس ده هو بيتصدع ويحدث مشكلة. يعني شوية عاوزة نكون موضوعيين ومعقولين عشان نقدر نمشي لقدام. إلى ما يعني السودان قدم دعم، دعم مادي أقول هنا لسد النهضة في بداية عمله الآن، لأنه الأسيوبيين كذلك تحدثوا في عديد من بياناتهم المختلفة إلى أن السودان قدم دعما قويا ماديا لسد النهضة، باعتبار السودان سيستفيد من هذا المشروع. والأثيوبيين يقولون إن الطاقة الكهرومائية المولدة من جسم السد تفيد دول المنطقة مجتمعة. هو طبعا ده تكتب في يعني إنه ما ينتج من كهرباء يعزز الترابط الإقليمي، ده واحد من أهم المبادئ اللي تم توقيعه للرؤساء الدول الثلاث، الرئيس السوداني والمصري والرئيس الوزراء الأثيوبي، إنه الأولوية في إنتاج الكهرباء تمشي للسودان ومصر لتعزيز. وأثيوبيا لا تستطيع أن تستهلك كل هذه الكمية، هي صم منتجها كصادر لأنه هي ما عندها موارد أخرى، نفط ولا غيره، فمركزة على تصدير الكهرباء كمورد للعملة. هم يبيعون لنا طبعا، عندها ربط كهربائي مع أثيوبيا. نعم، نحن الآن عندنا 320 ميجاوات الربط. أما الدعم المادي السودان حقيقة لم يعني يقدم دعم مادي لأنه مشروع ضخم، عايزك 6 مليار دولار تقريبا. السودان يعني لم يطلب منه ولم يتبرع بأي دعم مادي لسد النهضة، ولكن قطعا السودان تعامل بمسؤولية مع دعوة أثيوبيا للسودان ومصر للتعاطي مع موضوع السد بوضوح. مستقبلا إذا اشتغلت التوربينات لما نشتري منه كهرباء احتمالا برضو شجعنا المشروع، يعني مؤكد نعم. بكل تأكيد نعم. وسنستفيد منه كدولة مشاطئة يعني نعم. لدعم الصيادين والمزارعين وكذلك ما كل من يقطن على النيل. شكرا لك سيد الوزير معتز موسى عبد الله سالم، وزير الموارد المائية والربيع والكهرباء. يعني بدأنا بالعلاقات السودانية الروسية وزيارة مهمة، وانتهينا بموضوعات المياه، وكان لدينا العديد من الموضوعات لكن الوقت انتهى. نعدك بأنه نتحدث عن حصاد المياه، عن موضوعات مختلفة، عن النن ريسورسز نايل، المصادر غير النيلية وما إلى ذلك في حلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا لك. إذن مشاهدي الأعزاء نشكر لكم طيب المتابعة، كانت هذه حلقتنا من حوار آخر مع وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى عبد الله سالم، تحدثت فيه عن مسار العلاقات السودانية الروسية. تلقبونا في حلقتنا المقبلة. تحية الفريق العامل وتحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.